لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة المدى، الجيش يحاول تطويق أباطرة السلاح وفصائل مسلحة تهدد بالانتقام. في صحيفة العرب اللندنية، عمليات أمنية في البصرة وبغداد لاختبار المواجهة مع الميليشيات. في العربي الجديد، البرلمان العراقي يستأنف جلساته بسجال بشأن قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية. في موقع الهيئة نت، ملفات فساد بمليارات الدنانير شابت فحوصات كورونا بوزارة الصحة الحالية. في صحيفة اندبندنت عربية، تشكيك أمريكي بنجاح مبادرة ماكرون إذا شارك حزب الله في الحكومة. في القدس العربي، طالبان تعلن وصول فريقها إلى قطر تمهيدا لمحادثات السلام الأفغانية. وفي الشرق الأوسط، نائبة بايدن حديث ترامب عن لقاح كورونا لا يعتد به. السلام عليكم. تعتبر جريمة التغييب القسري من الجرائم الإنسانية الكبرى التي طالت المجتمع العراقي بعد الاحتلال الأمريكي للبلاد وهيمنة وسيطرة الميليشيات المسلحة الولائية المرتبطة بالنظام الإيراني، والتي أسهمت في العديد من عمليات القتل والاغتيال والمتابعة والتعذيب والإذلال والتحقيق القاتل لآدمية الإنسان العراقي. هذا ما أشار إليه أياد العناز في مقاله بصحيفة البصائر. جاءت الأحداث والوقائع الكبيرة في العراق لتؤشر حجم هذه الجريمة الإنسانية وجسامتها التي استخدمت فيها أبشع أساليب الاختفاء القسري، وهي معروفة ومعلنة، وتحديداً في مناطق الرزازة واللطيفية والمحمودية وجرف الصخر والصقلاوية والبادية الغربية ومناطق عديدة في محافظتي نينوى وصلاح الدين. ولا تزال الأنفس البريئة والدماء الزكية ضحية أيادي القتلة والمأجورين التي أسهمت في عمليات التغييب والقتل. أتى الموقف والإجراء الحكومي لجميع الحكومات التي تعاقبت على العراق بعد الاحتلال الأمريكي في 9 من شهر نيسان عام 2003 بعيداً عن كل المفاهيم والقيم الإنسانية، بل أسهمت أدوات ومؤسسات حكومة بغداد في التستر على جرائم الميليشيات والجماعات المسلحة، وغضت الطرف عن جميع الأساليب التي تبعت في عمليات التهجير السكاني والتغيير الديموغرافي للعديد من المناطق والأقضية والمحافظات في العراق عبر خطط مرسومة وبرامج موضوعة واستحكامات دقيقة غايتها العمل على تنفيذ المشروع السياسي الإيراني وتغييب الأصوات الشريفة والحرة المنادية برفض الاحتلال الأمريكي والوجود والهيمنة الإيرانية. وعلينا هنا أن نؤكد حقيقة أن التواطؤ الحكومي كان من أخطر النقاط الحساسة في عدم متابعة القتلة والاقتصاص منهم وتطبيق العدالة الاجتماعية والكشف عن الجناة الحقيقيين. الكاتب يرى أن التواطؤ الحكومي في جرائم التغييب القسري ما زال قائما، وعلى حكومة الكاظمي إن كانت جادة في توجهاتها وإعلانها عن متابعة وكبح جماح المتسببين في غياب الضحايا وقتل الأبرياء، أن تعمل جاهدة وبدون خوف ولا وجل على إيقاع الأحكام القضائية وفرض التبعات القانونية على جميع هؤلاء المجرمين والجهات المرتبطة بها. في بيان ثوري، حذرنا ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نور المالكي من المساس بسلاح العشائر، وأبدى الائتلاف شكوكه من أن العمليات العسكرية التي انطلقت ضد المجاميع العشائرية والمسلحة ضد السلاح المنفلت ربما تستغل للاستهداف السياسي ضد شخصيات. علي حسين يقول في صحيفة المدى إن بيان دولة القانون يخبرنا بأن هناك مؤامرة إمبريالية ضد العشائر التي تتحاور بالقاذفات وراجمات الصواريخ،
ولهذا على الجهات الأمنية أن تتذكر أن السلاح يجب أن يكون في يد العشائر. المؤامرة تحاك في الظلام ضد العشائر، والبعض يريد أن يصور للعالم أن العشائر لا تريد تنفيذ قرار الدولة بالتوقف عن لعبة الأسلحة، فكان لابد من تحويل اللعبة إلى واقع ملموس تستخدم فيه المدافع والصواريخ، ويمنع فيه استخدام المسدسات لأنها لا تفي بالغرض. بالفعل تتعرض التجربة الديمقراطية التي أرساها نور المالكي بعد أن وزع مسدسات على رؤساء العشائر إلى مؤامرة كبيرة تشارك فيها القوى الأمنية وإعلام لا يخاف الله، ينسى أن يقف إلى جانب العشائر الباسلة وهي تسهم في وضع العراق في كل يوم على لائحة الأخبار العاجلة، ويصر الإعلام المغرض على إبراز صورة لصاروخ عشائري سقط على إحدى العوائل. المؤامرة كانت حاضرة في تغاضي الإعلام عن الإشادة بملف مهم وخطير، وأعني به ملف الإعمار الذي تفوق فيه ائتلاف دولة القانون وهو يدير شؤون البلاد لمدة 8 سنوات على تجربة سنغافورة في التنمية والإعمار. في كل يوم يباغتنا السادة المقيمون على كراسي الحكم بمفردات مبتكرة مزيدة ومنقحة من قاموسهم الذي لا ينضب أبداً بما فيه من طرائف وعجائب. ويختتم الكاتب بالقول إن العشائر تتعرض إلى مؤامرة لا يكفي معها تكذيب واعتذار، بل أن تتراجع الحكومة وتسمح لبعض الشيوخ بأن يمارسوا لعبة الصواريخ والقاذفات وربما الطائرات المسيرة في المستقبل القريب. يأمل بعض العراقيين في أن تحدث الانتخابات القادمة تحسناً في الوضع العام وتكسر بعضاً من سطوة القوى والأحزاب الطائفية التي لن تتخلى بسهولة عن أمجادها التي حققتها بسلاح التضليل والتحشيد الطائفي والعنصري. إبراهيم الزبيدي يرى في صحيفة العرب اللندنية أن هناك مخاطر في الانتخابات المبكرة، لأن أحزاب السلطة وميليشياتها ستكون أكثر شراسة وعدوانية ودموية وأشد تصميماً على منع حدوث شيء من هذا القبيل بأي ثمن حتى لو كان بحاراً من الدماء والدموع. نعم، قد تصبح الانتخابات المبكرة التي بشرنا بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إنجازاً وطنياً مهماً، ولكن إذا ما وفر لها هو ومعه حكومته وقواته المسلحة بيئة صالحة تضمن إجراءها دون تلاعب وتزوير. ولكن الواقع الحالي لا يبشر بخير، فهناك أمران لا يوحيان بقدرة الكاظمي على تحقيق اختراق من هذا الوزن والنوع. الأول هو سياسته القائمة على لعبة مسك العصا من وسطها مع عصابات وقحة لا ينفع لردعها غير العزم والحزم وغير يد من حديد، والثاني أنه حتى لو أراد المواجهة الحاسمة معها لن تنجده قواته المسلحة المخترقة المسيرة بالحشد الشعبي وبإيران ما دام لا ينحاز صراحة وبوضوح إلى الشارع المنتفض، وفي ظل التدخل الإيراني العملي الراعي لخيول الدولة العميقة والمهيمن على أهم مفاصل الحكومة والبرلمان لا يمكن التحكم بمسار الانتخابات وضمان نجاحها. ثم إن وجود البرلمان الحالي الذي ينتظر منه توليد قانون انتخاب معافى وهو نفسه غير معافى لن يسعفه بقانون انتخابي جديد يعين الجماهير على أحزاب السلطة ويمهد لسقوطها بعد هذا التبدل الهائل الملموس في مزاج الناخبين. ومن هنا يصبح تفاؤل بعض العراقيين بالانتخابات المبكرة وعدها خطوة على الطريق الصحيح غير مسوغ وغير معقول. الكاتب يرى أنه وفقا لهذه الظروف والموانع تصبح عود الكاظمي وتصريحاته عن الدولة واللا دولة هواء في شبك إن لم يشمر عن ساعديه ويقرر من الآن وحتى موعد انتخاباته المبكرة الموعودة في حزيران من العام القادم أن يبدأ بقلع جميع الأشواك التي تحول بينه وبين إنجاز ما وعد به. ف
فندى كتاب في مجلة فورين أفيرز الأمريكية مقالا سابقا نشرته المجلة ذاتها حول العقوبات الأمريكية ضد النظام السوري، قال إن هذه العقوبات تضر بالشعب وليس بالنظام ولا تساعد في تحقيق المصالح الأمريكية. واختلف الكتاب أدهم سهلول وسناء سكاري وساندي القطامي في المقال الجديد مع ما طرحه المقال المنشور سابقا، ويرون أنه تجاهل حقيقة أن المصدر الرئيسي لمعاناة سوريا هو بشار الأسد، وأن العقوبات الأمريكية الجديدة ستساعد في الحد من قدرته على إيذاء شعبه. المجلة ذكرت بالفظائع التي ارتكبها نظام الأسد على امتداد السنوات الماضية والمستمرة إلى اليوم، حيث اعتقل عشرات الآلاف من الأشخاص وعذبهم في السجون منذ عام 2011، وهو ما أدى في النهاية إلى إقرار عقوبات قيصر بعد تسريب تقارير موثقة عن تلك الجرائم. وقالت المجلة إن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على النظام السوري ستحرم مجرمي الحرب من الوصول إلى الأموال وتوقف تدفق اللاجئين وتمنع ظهور تنظيم الدولة من جديد. وترى المجلة أن عقوبات قانون قيصر توجه رسالة واضحة للأسد وغيره من الحكام المستبدين بأن استراتيجية الأرض المحروقة مثل استهداف المستشفيات والإخفاء القسري للمعارضين وعمليات التعذيب وحرق جثث السجناء السياسيين لن تمر دون مساءلة. وتضيف المجلة أن العقوبات على النظام السوري قد تتعزز بانضمام الاتحاد الأوروبي الذي يدرك أيضا أنه يجب عدم التغاضي عن جرائم الحرب، مشيرة إلى أنه يمكن للولايات المتحدة أن تعمل مع الاتحاد الأوروبي على جعل العقوبات ضد النظام السوري أكثر إنسانية وأقل تأثيرا في المدنيين. وذكرت المجلة أن آثار العقوبات على المدنيين تختلف من بلد إلى آخر، وينبغي قياس تأثيرات عقوبات قيصر من الخبراء بغض النظر عما وقع سابقا في العراق أو ليبيا. وتختتم المجلة بالقول إن الدعوة إلى إشراك الأسد وداعميه في جهود إعادة الإعمار لا تكتسي أي مشروعية، معتبرة أن إعطاء هذه الفرصة للأسد ستؤدي إلى عرقلة الجهود في إرساء نظام حكم بديل يتحلى بالمسؤولية والشفافية، وهو بالضبط ما حصل في لبنان الذي لم تحاسب طبقته الحاكمة، لم تحاسب على جرائمها خلال الحرب الأهلية التي دامت 15 عاماً. لا يمكن التقليل أبدا من مشهد الإجماع الفلسطيني الذي خرج بعد بيان اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد الأسبوع الماضي، لكن في الوقت نفسه لا يمكن التسليم بأن الخطوة التي حصلت تعني أن الإجماع الفلسطيني الفعلي تحقق على الأرض، وأن كل العقبات التي كانت تعتري الوحدة باتت خلف ظهورنا. حسام كنفاني يرى في صحيفة العربية الجديد أن هناك الكثير من الألغام لا تزال تعتري طريق تمتين هذا الإجماع. لا شك في أن جمع كل هذه الفصائل في مؤتمر واحد إنجاز كبير، خصوصا أن التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية في المرحلة الحالية باتت مصيرية، انطلاقا مما يسمى صفقة القرن إلى حالات التطبيع العربية بقيادة الإمارات وما يمكن أن يأتي خلفها من علاقات دبلوماسية تضرب بشرط قيام الدولة الفلسطينية عرض الحائط، وما يمكن أن يأتي خلفها من علاقات دبلوماسية تضرب بشرط قيام الدولة الفلسطينية عرض الحائط. في ظل تحديات كهذه لا يمكن أن يكون هناك مكان للحسابات الفصائلية الضيقة. هذا ما يفترض أن يكون قد تم التوافق عليه خلال الاجتماع النادر، وهذا ما يؤمل أن يجري الرهان عليه في الخطوات الفلسطينية اللاحقة للمؤتمر، ولا يتحول المؤتمر إلى مجرد استعراض فلكلوري لا يعول عليه مثل ما تحولت كل المؤتمرات السابقة. لابد أن تكون الخطوة اللاحقة للمؤتمر إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، بل كان من المفترض أن يكون الإنجاز الأساس للمؤتمر ما جرى التوافق عليه فيما يخص المقاومة الشعبية، ويمكن اعتباره مهما جدا، وخصوصا مع رفض أبي مازن سابقا كل أشكال المقاومة والتركيز على التفاوض. لكن الأهم في هذا السياق هو الاتفاق على تعريف المقاومة الشعبية وآليات عملها.
كما كان لابد من تحديد الآليات المرتقبة لهذه المقاومة وعدم الاكتفاء بالحديث عن ضرورة تفعيلها. الكاتب يرى أنه من الضروري أن تكون الفصائل المسلحة كافة ومعها السلطة واعية لهذه الألغام التي يمكن أن تهدد الإجماع الفلسطيني وتعيد التوافق إلى نقطة الصفر. قال صحيفة الجارديان البريطانية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزدري الديمقراطية ويعمل حاليا على تدميرها بدءا من التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة وعدم الاعتراف بنتائجها إذا لم يفز بها. وأوضحت الصحيفة في مقال للكاتب جوناثان فريدمان أن هجمات ترامب المستمرة على خدمات البريد والتصويت عبر البريد تمهد الأرضية للطعن في نتيجة الانتخابات. الكاتب يقول إن ترامب بعد أن رأى البيانات التي تظهر أن الناخبين عبر البريد سيكونون لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن يريد أن يكون قادرا على المجادلة يوم 4 نوفمبر تشرين الثاني المقبل بأنه يجب التخلص من عشرات الملايين من الأصوات البريدية مع ترك الأصوات المدلى بها يوم الانتخابات فقط، والتي يعتقد ترامب أنه من خلالها يمكنه تحقيق نصر ضئيل. ولهذا السبب يقول الكاتب عين ترامب مانحا جمهوريا رئيسا لخدمة البريد الأمريكية، وهو الرجل الذي شرع في تقويض قدرة الخدمة على معالجة بطاقات الاقتراع عبر البريد في الوقت المناسب. ويضيف الكاتب أنه مع نتائج استطلاعات الرأي الحالية فإن السيناريو الأفضل له هو إثارة الإرباك والشكوك حول نتائج الانتخابات وسياق طرود البريد التي لا تحصى المليئة ببطاقات الاقتراع في المستودعات البريدية، هو الذي سيعتمد عليه ترامب في حججه بعدم ترك المنصب. أشار الكاتب إلى أنه قبل أكثر من شهر بقليل اقترح ترامب بسبب وباء كورونا تأخير الانتخابات على الرغم من أن الدستور يمنعه من القيام بهذه الخطوة. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه رفض مرارا وتكرارا القول فإذا كان سيقبل بالهزيمة ويترك منصبه إذا كان هذا هو ما يقرره الناخبون. وختم الكاتب مقاله بما قاله الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الشهر الماضي من أن ترامب مستعد لتمزيق ديمقراطية أمريكا إذا كان هذا هو ما يتطلبه الفوز. أطلق أكبر تلسكوب شمسي في أوروبا صوراً غير مسبوقة التقطت عن قرب للشمس بدت مرعبة إلى حد كبير. فقد حصل التلسكوب غريغور الذي يديره فريق من العلماء الألمان في مرصد تيد في إسبانيا على صور جديدة عالية الدقة للهيكل المعقد للشمس، تعتبر أفضل ما التقطه تلسكوب أوروبي على الإطلاق. وأرجع الباحثون تفاصيل الصور غير المسبوقة إلى عملية إعادة التصميم الكبيرة للتلسكوب التي قام بها العلماء والمهندسون في معهد لايبنز للفيزياء الشمسية، حيث تسمح الصور الجديدة للعلماء بدراسة المجالات المغناطيسية والحمل الحراري والاضطراب والانفجارات الشمسية والبقع الشمسية برؤية تفاصيل أكبر من أي وقت مضى. وأضاف الباحثون أن الصور تظهر تفاصيل مذهلة عن تطور البقع الشمسية والبنى المعقدة في البلازما الشمسية، فالبقع الشمسية هي المناطق الأغمق مؤقتاً بسبب انخفاض درجة حرارة السطح نسبياً في تلك المناطق بسبب تدفق المجال المغناطيسي. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.